الله يسعد أوقاتكم بكل خير، وإن شاء الله تكونوا أنتوا بألف صحة وخير. وأنتوا بتشوفوا فيديو اليوم، اليوم حبيت أشارككم فيديو بلوج خفيف لطيف، نصه فطور بعمان والغدا بالسعودية. بس خليكم معي لحتى تشوفوا أجواء الفطور بعمان مع الشتاء. بصراحة كانت الأجواء تفوز، شوفوا ما شاء الله ما أحلى منظر الشتاء مع الخضار، فعليا منظر بيفتح النفس. واليوم رح نعمل وصفة كتير سريعة وسهلة، والفيديو تبعي رح يكون قصير، بس إن شاء الله الفيديوهات الجاية رح تكون أطول. رح نعمل وصفة الكوسة محشي بس بتتبيلة وحشوة مختلفة عن اللي بنعملها بالعادة، بتشبه شوية اليالنجي بس مو يالنجي. تابعوا معي الطريقة وإن شاء الله إنها تعجبكم. بالبداية قلبنا شوية بصل بزيت الزيتون، وحطينا عليهم رز مصري مغسول ومنقوع كتير منيح، ومنحط عليهم بقدونس مفروم ناعم، ومنحط عليها شوية من دبس الرمان. بصراحة هاي التتبيلة كتير كتير لذيذة، وحلو انه نغير عن الحشوات التقليدية اللي بنعملها دايما بالمحشي. وهاي وصفة من الوصفات اللي احنا بنعتمدها بالعادة بالمحاشي. بالنسبة للبهارات اللي انا حطيتها على التتبيلة، حطيت شوية كمون، فلفل اسود، شوية بهارات مشكلة، وكمان رح نحط عليها شوية زيت قلي بس لحتى يفرد معنا حبات الرز، ورح نحط عليها شوية من صلصة البندورة وشوي من دبس الفلافلة، بيعطيها نكهة كتير رائعة. وبالنسبة الليمون، بتقدر تحطوا ليمون، عصير ليمون عليها، أو تحطوا دبس الحصرم. بصراحة دبس الحصرم بيشهي بالأكلات وبيعطي حموضة رهيبة، فدايما أنا بحب أخلي عندي علبة. إذا ما كان عندي ليمون عطول بستخدم دبس الحصرم، وفي أكلات معينة بس بحط لها دبس الحصرم لأنه حموضته جدا جدا رهيبة. وهلأ بدنا نيجي لفقرة إنه نحشي الكوسة. طبعا بنحشيها بس للنص مو كاملة، وبنخبطها شوي هيك خبطة بس لحتى يتوزع عندي الرز، وبعديها بنحطهم بالطنجرة. وشوفوا ما شاء الله قدي منظرها بيشهي وبيفتح النفس. وهلأ بدنا نيجي نشوف شو رح نحط عليها صوص أو مرقة. منحط شوي من معجون الطماطم، وكمان البندورة المعصورة الفريش بنستخدمها، منحطها على الكوسة، بتعطي طعم جدا رهيب. ورح نحط عليها مكعب من مرقة الدجاج. هاي الوصفة بتختلف عن وصفة المحاشي اللي احنا بنعملها بالعادة، بس جربوها كتير رح تحبوها ورح تعجبكم. وهلأ رح نحط عليها مي سخنة لحتى انه نغمرها وتستوي عنا الكوسة كتير منيح وتتشرب عنا الصوص. بنتركها على الغاز لمدة 40 دقيقة وبتكون عنا جاهزة أطيب كوسة محشي ممكن تجربوها. أنا نزلت لكم من قبل فيديو كامل لطريقة الكوسة محشي باللحمة، بتقدر تشوفوه. إن شاء الله بحط لكم اللينك تبعه بالديسكريبشن بوكس أو بالكومنتات، رح أحطه بتعليق مثبت. بس هاي الطريقة بتختلف عن الطريقة هديك، وحلو الواحد ينوع ويغير، وهاي كتير خفيفة ولذيذة. وهاي كانت وصفتي لليوم، بتمنى انها تعجبكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا انكم تدعموني بلايك واشتراك لحتى نقدم لكم اكثر واكثر. وخليكم معي لانه الجاي ان شاء الله احلى، ورح ننزل لكم وصفات كتير كتير احلى ولذيذة، وان شاء الله انها تعجبكم. بشوفكم بفيديو تاني، ومع السلامة يا احلى متابعين. باي.